إذن عم نتابع نحن وياكم فقراتنا بعالم الصباح مثل ما وعدتكم. جون انضم لنا ومحطتنا التالي على يوتيوب. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا وين هالغيبه؟ من هون هون هنيك، يعني انا بغيب انت بتغيب علي الاحد. ما بعرف، ما انا هيك قلت لي. بس مبسوط اليوم انت معي عن جد، يعني فرحه كبيره. نعم. ميت قلبي. ورح نحكي عن حلقه كثير مهضومه بعتقد رح تحبيها. ما فيها اذى، ما فيها ضروبه، يعني هلا بلش الشغل. اوكي، طمنت بالك فيها. بتسمع بريمي غيار؟ ريمي غيار هو بعتقد وان اوف اكثر بعتقد ناس بوبولر بيكونوا على يوتيوب. أوكي. من ناحيه لانه كان من اول ناس كان يعمل برانكس. ريمي غيار اشتهر بطريقه انه يعمل ضروبه مع على الطريق مع حدا ما بيعرفون، يعمل ضروبه مع البوليس. في عنده ضروبه كمان عملها، يعني اعتبري في مره بدي خبرك ضرب واحد عمله. كان في فريق الفوتبول تبعهم عم يربح ربح مثل جائزه، وكان وقتها جاك شيراك عم بيقدم الجوائز. لبس تشيب تبع الفريق تبع الفوتبول وفات مع فريق الفوتبول واخذ ميداليه. هذا ضرب عمله، يعني بتقولي فات ما حدا عرفه وفات ومشي معه بالعجقه. مين بده ينتبه؟ أي. صح اكزاكتلي. بقى ريمي غيار ضربته مهضومه، ما بتاذي بس بتضحك. بنبلش باول فيديو؟ اذا هيك اوكي اتفقنا. تنشوف هلا متفقين لهلا بالحكي منشوف. بس انا ما بامن لك تشوف. منشوف ان شاء الله ما اكون غلطان، يعني نحضر اول حلقه. يلا and don't you come back no more, no more, no more.
عليك الأمانة اليوم 100% جون. ايه منيح بعده يعني بجنن كثير مهضومين. ريمي غيار قلت لك يعني عن جد من أعتق برانكسترز، ومثل ما شفتي هون يعني بيعمل ضروبة مثل يعني شفنا حاطط بالسيارة سفاري، كيف أنت بتروحي بتشوفي السفاري الحيوانات، هو حاطط على الحيوانات عم يشوفوا الناس بيعمل ضروبة عن جد يعني فيك تعتقد من اول افكار الناس يعني اول ناس بيطلعوا بهيك افكار وبعدين بيقلدوه يعني هيدي هي مشهور فيها ريمي غيار وعنده يعني كثير في عنده كثير عنده مشاكل مع السلطه هونيك بفرنسا لانه بيعمل كثير ضروبه بالبوليس في دائما عندك بيلعب فوتبول كثير منيح بقى دائما بجيب طابه فوتبول بيقعد بشوطها وين ما راحت يعني بنقي بدي انا شوت على الستوب وبصير يشوت الستوب او بدي شوت البوليس بشوت البوليس يعني اكيد ما بنصح حدا يعمل ذات الشيء اللي عم يعمله ريمي غيار لانه كمان بيتحسب كثير يعني اذا بتفوتوا بتشوفوا الاخبار تبعه بضلوا بالمحكمه بضلوا عم يدفع بس بيطلع مصاري من الفيديوز ومعروف صار يعني خلص بيطلعوا ما بحطوا من هون مبسوط وفيف لا مبسوط وهو ريمي غيار يعني سا اون فازون امبورت كوا كون دوفيان امبورت كي يعني هو هيدي السلوغان تبعه لريمي غيار يعني الشعار تبعه انه وقت تعمل شو ما كان بتصير مين ما كان هيدي هي اذا بدي ترجمها يعني نحضر ثاني بارت Appelé ce matin, c'était pour un abandon. C'est la deuxième porte à droite. Thank you.
مهضومه كثير بعدك موافقه يعني؟ ايه ايه 100%. يعني مثل ما قلت لك بيركب الضروبه تبعه بطريقه مهضومه، ما بس فيها تفكير، يعني ضرب اللي بيعمله مش ضرب انه تاع ناذي حدا. لا هيدي اهين شيء تاع ناذي حدا. اذا بتفكري يعني اذا بدك تعمليها اذا بدك تعمليها بلبنان ما كان ضايل، يعني هيدي المشكله اكيد. يعني هونيك عندي اكثر دي ارمور بركي بيضرب، عندك حتى الناس رايقه يعني فيها تتقبل اكثر، او الرياكسيون تبعيتهم الى ان تكونوا تقبلوا وعرفوا بيكون هو عامل يعني اي صح. يعني وقتها عم نشوف تبع الطفايه عم يركض وراهم بس ما بتلاحظي حدا، يعني ما حدا بيأذي حدا، ضربوه دفشوه بس ما وصلنا نضربه. بعد عنا تالت بارت نحضر مع بعض. بارت يلا مهضوم يعني شوي في محلات حسيت اذى فيهم يعني. ايه كنا بالاول ماشي حالنا بس انه لا ما لقيت في اذى انه ضروبه مهضومه عن جد. في عندنا كمان بيج بلبنان عم جربوا يعملوا يعني they are doing شيء هيك اتس اباوت بيروت بعتقد كمان عم يعملوا مثل ضروبه بس كمان مهضومه، يعني ما فيها شيء مؤذي اكيد مثل ما انا بحبهم، يعني ما فيهم اذى اكثر بيجوا على رواق، يعني ضروبه فينا نقول نقزه خفيفه مش شيء مزعج او يعني ولا ضروبه فيك تقولي انه اكسبتبل لكل الناس، يعني ما حدا بينأذي. اذا ضرب مهضوم الناس بتضحك بالاخر، يعني هاي الفكره مش انه يحطوه مثل ما صار في وقت اللي صح اكزاكتلي. بس يعني مثل ما قلت ريمي جايار يعني
عن جد بنصح الناس يفوتوا على البيج تبعه على فيسبوك يحضروا فيه. عنده توب 10 سبورتس كمان قطعناها بعتقد من شيء 4 سنين. توب 10 سبورتس تبعه كثير مهضومه كانت كمان يعني مثل هالدروب اللي شفناهم هلا بس يعني قام ضرب بحاله هو يعني هون بالفيديو اللي حضرناه اخر بارت تبع الكونغورو بيقول لك انا سرقت الكاب تبع اللي بيقول لك انه انا تعلمت ما بدي اسرق بقى الشابو تبع البوليس بحياتي لانه اكل قتلي من وراها وفات على الحبس يعني شخص ديديكيتد لشغله يعمل دروب بالناس حلو هالشغل بس ما بعرف اذا عم يوصفه انا بروح معه بس يعني ديديكيتد هو شغل ايش شركه لهالموضوع انا مستعد اذا هيدا طيب هلا بحكي لك كلمتين معه هلا بحكي ما ان البلد ما بعتقد بلبنان اذا بعمل ضرب ضربين تيري ضرب انا باكل ضرب نحن رح نشوفك بعد شوي اكيد اكيد رح ضلك معنا حتى ناخذ شو عندنا بعد شوي اجواء عندنا ميوزك فيري نايس يعني خلص سربريز ما بعرف سربريز 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 هيك مش مروق بعدك حسيت جون بيبين دغري عليه خليكم معنا فإذا مجاهدينا بريك ومن بعدها بنرجع منتابع فقراتنا